بداية أستاذ رنا، ما هو الأسبارتم؟ الأسبارتم هو عبارة عن محلي صناعي، هو بديل للسكر، وطبعا تم اكتشافه منذ عام 1974 ومستخدم منذ عام 1981. له رمز عالمي هو E951، هو بيكون أحلى من السكر ب200 مرة. وهو مكون من حمضين أمينيين اللي هم بنسميهم الأسبرتات والفينيل ألانين، وطبعا هو موجود في كثير من المنتجات الغذائية مثل المشروبات الغازية، العصائر، الحلويات، العلكة، المربيات. وطبعا هذا المحلي هو قليل السعرات الحرارية، لا يسبب تسوس الأسنان، يناسب مرضى السكري والحميات الغذائية. نعم، ولكن اليوم دراسة جديدة بتتحدث أنه ممكن يسبب سرطان، تحكي لنا أكثر عن هاي الدراسة ونتائجها. هلا صراحة هو كان أكثر من دراسة طلعت، في دراسة اللي تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية، هو تم مراجعة أكثر من دراسة منشورة وموجودة. هاي الدراسات كلها وجدت هناك احتمال وليس تأكيد من المحتمل أن يكون له أثر مسرطن في حال تم استهلاكه بكميات أعلى من الحد المسموح. فبالتالي هناك بعض الإرشادات التي يجب أن يتم اتباعها عند استخدام هذه المحليات، في حال تم تجاوزها قد يكون له سبب مسرطن، لكن لم تثبت هذه العلاقة على مثلا دراسات مثبتة علميا على الإنسان. كمان تم هناك دراسات على الفئران تم الحديث عنها أيضا، هذه الدراسات أفادت أنه قد يسبب القلق ويغير في بنية الدماغ عند الفئران عند استخدامه، ولكنها لم تطبق أيضا على الإنسان حتى يتم أنه معرفة الأثر على الإنسان. فهي كانت كلها دراسات لم تكن مؤكدة ولكن تعطي احتمالات. نعم أستاذ، يعني مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني إمتى بشكل محدد تمنع دخول مادة معينة أو تعلن أنه هذه المادة ممنوعة من الاستخدام في الأردن؟ هلا صراحة هاي هي من وظيفة مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أنا منتدب للحديث عن ذلك. حاليا مثلا بحب أوضح أن مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بدورها بحيث هناك تعليمات خاصة للمحليات تم إصدارها في المؤسسة العامة للغذاء والدواء عام 2015. هلا هذه التعليمات منشورة على الموقع الرسمي، هي تعليمات بسيطة وتذكر بشكل واضح شو أنواع المحليات، سواء كانت محليات صناعية أو طبيعية قليلة السعرات الحرارية، إيش الشروط الواجبة عند التصنيع باستخدام هذه المحليات. راح أعطيكم بعض الأمثلة اللي مذكورة داخل هذه التعليمات. مثلا لا يجوز استخدام أي محلي صناعي غير مسموح في الأردن، ومسموح في الأردن يعني أن يكون مذكور ضمن القوائم الاسترشادية للأمثلة على المحليات المسموحة، إضافة إلى أن يكون مذكور داخل مواصفات دستور الأغذية العالمي الكودكس. فبالتالي إحنا نتبع أيضا دستور الأغذية العالمي الكودكس الذي يذكر ما هي المحليات المسموحة، يجب أن يتم استخدامه بكميات المسموح إضافتها. إذا كان هناك تحذير معين يجب إدراجه على بطاقة بيان المنتج تخص هذا المحلي يجب ذكرها. مثلا هذه التعليمات بشكل خاص تذكر عن الأسبرتام مدار الحديث، الأسبرتام لا يناسب مرضى الفينيلكيتونيوريا، فبالتالي مذكور أنه يجب باستخدام محلي الأسبرتام في أي منتج غذائي يجب ذكر أنه لا يناسب مرضى الفينيلكيتونيوريا، فبالتالي هذا من الشروط الواجب ذكرها على بطاقة البيان خارجيا. فبالتالي عندنا تعليمات تحكم استخدام المحليات المسموحة عالميا وبحدود أيضا مقررة داخل هذه التعليمات، إضافة إلى أنه لا يجوز استخدام أي محلي صناعي كمنتج نهائي أو في منتج غذائي إلا بعد أخذ موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على ذلك. نعم، من موافقة المؤسسة الغذاء والدواء، يعني اليوم إحنا نتحدث عن هاي دراسة عالمية، ذكرتي بأنها لا تعمم لأنها يعني أجريت على الفئران لغاية اليوم، ولكن كمؤسسة الغذاء والدواء هل هذا يعتبر بالنسبة لكم إنذار مؤشر؟ هل رح تقوموا أو بتعتمدوا على بحوث خاصة فيكم؟ شو الإجراء اللي رح تتخذوه اليوم بما يتعلق بهذا الموضوع وهي الدراسة؟ هلا صراحة احنا زي ما حكيت لك نحن نتبع دستور الأغذية العالمي الكودكس الذي يذكر المحليات المسموحة والكميات المسموح بها، فبالتالي احنا اي تعميم عالمي بمنع هاي المادة عالميا وداخل دستور الأغذية العالمي يتم فورا تطبيقه في الأردن. فبالتالي احنا لحد الآن لم يصدر اي تعميم عالمي بهذا الخصوص، ولا يوجد اي دولة منعت استخدام الأسبرتام. قد يكون هناك بعض الدول منعت استخدامه
في منتجات غذائية معينة مثل المخبوزات، السبب في ذلك أنه على درجة حرارة عالية هو يتفكك ويفقد حلاوته، فبالتالي تم منع استخدامه في مخبوزات معينة مثلا في دول مثلا مثل بريطانيا يمكن أو أوروبا على ما أذكر، ولكن منع استخدامه بشكل قاطع في كل المنتجات الغذائية لم يصدر لغاية الآن. ومنظمة الصحة العالمية الدراسة اللي أشارت إليها قالت أنه سيتم نشر ممكن التحذير في منتصف شهر 7، فللآن نعم يعني يعني المؤسسة تعتمد فقط على دراسات المنظمة العالمية. طيب تحكي لنا أستاذة رنا، ذكرتي أنه في كميات محددة لأخذ هذا النوع من أنواع المحليات، شو هي الكمية المسموحة؟ هلأ بالنسبة للأسبرتام الكمية المسموحة هي 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الشخص. لو بدي أبسط لك إياها، لنفرض شخص وزنه 60 كيلو، المسموح له يوميا هي 3000 ميلي جرام. وأبسطها أكثر، أي مشروب غازي يستخدم الأسبرتام يحتوي على 180 ميلي جرام داخل العلبة الواحدة، بالتالي الحد المسموح لشخص وزنه 60 كيلو يوميا أنه يستهلك 17 علبة من هذا المشروب الغازي، وهو طبعا إشي مستحيل جدا. طبعا 3000 ميلي جرام يوميا هاي ثبت مأمونيتها بالنسبة لجسم الإنسان اللي وزنه 60 كيلو، فبالتالي الحد الأعلى المسموح هو 50 ميلي جرام لكيلو جرام، وهو ما لا يتم استهلاكه، لأنه حكينا بالبداية الأسبرتام أحلى 200 مرة من السكر، فبالتالي رح تحتاج كمية جدا قليلة منه لحتى تأخذ نفس الحلاوة اللي بتأخذها من مثلا ملعقة مشابهة من السكر، فبالتالي لا يتم استهلاكه بكميات كبيرة. والحد موجود على كل بطاقة بياع منتج موجود في الأردن أنه تم الحد الأعلى المسموح استهلاكه، فبالتالي يجب عدم تجاوز ذلك والالتزام فيه. نعم، أستاذة رنا ملكاوي مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للأغذاء والدواء، شكرا جزيلا لك وعلى هذا الإيضاح.